الجياد الإنتاج عمره 3 سنوات فأكثر، شوف مفتوح الدراجات رياض عبد الله الغيب مع مرمر، وانطلقت الآن جياد الإنتاج في شوطها التاسع على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير. جياد وأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات فأكثر، شوط مفتوح الدرجات والمسافة 2000 متر، قيمة الجائزة 120,000 ريال. وكما هو متوقع كرارة في المركز الأول متقدم الآن، بالإضافة إلى تقدم الجواد البليغ من الخارج مع رجاس، وأيضا متكامل في المركز الثاني الآن، متكامل يتقدم للمركز الثاني ويتابع كرارة من الداخل في المركز الأول، والمسافة 1000 متر. وبداية الشوط سريعة تقريبا من الداخل كرارة، وأشاهد أيضا مرمر من الداخل، والمركز الأول لكرارة متكامل في المركز الثاني، ومتابعة أيضا بقية الجهات في هذا الشوط، أيضا متابعة الجواد طيف في الوسط تقريبا، ومتابعة أيضا الجواد فضل من الله خلف الجواد طيف. الآن كما تشاهدون متكامل يتصدر ويتقدم المركز الأول، وطيف يتابع الآن في المركز الثاني، متكامل المركز الأول، طيف في المركز الثاني، وبقية الجهات تحاول أن تحسن مواقعها في هذا الشوط. طيف يقترب والفارق طول تقريبا ما بين طيف ومتكامل المتصدر الآن، ومرسال أيضا يظهر من الخارج الآن يحاول أن يتقدم، وأيضا موفقة خير من الخارج بالإضافة إلى فضل من الله، والصدارة الآن للجواد طيف. طيف للمركز الأول يتقدم ويأخذ الصدارة من الجواد، متكامل طيف المركز الأول، مرسال المركز الثاني، يتابع مرسال، طيف من الداخل، مرسال من الخارج، وطيف المركز الأول، إبركو يتقدم بطيف، طيف 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 طيف، وآخر الأمتر وانفراد بالصدارة، ما شاء الله تبارك الله. طيف في المركز الأول يحقق المركز الأول وكأس الأمير محمد بن سعود الكبير، ألف مبروك. إذن طيف لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير يضيف الكأس السادسة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، كأس الأمير محمد بن سعود الكبير على التوالي. ألف مبروك. وصورة تذكارية مع البطل لطيف، هذا البطل لطيف والخيال العالمي إبر كوي، وصورة تذكارية مع كأس الوفاء، كأس الأمير محمد بن سعود الكبير يرحمه الله، واستطاع طيف أن يقطع مسافة